الوطني لحرية حقوق الإنسان، وعندنا أيضا يعني المنتدى ديالنا على مستوى هذه المنطقة. هذه جينا حضرنا الافتتاح ديال هذه المنطقة الأمنية، ماشي دائرة أمنية وإنما منطقة أمنية ديال مديونة، واللي كتشمل خمس ديال الجماعات. يعني هذه المنطقة شاسعة، كنتكلموا على جماعة مديونة، جماعة تيطم الليل، هاد جوج جماعات حضارية، زائد ثلاثة الجماعات اللي هي قروية اللي هي الهراويين، المجاطية ولا الطالب، وأيضا سيدي حجاج واد حصار. بالتالي كنهضروا على واحد المساحة كبيرة اللي بالفعل خاصها هاد مثل هذا المرفق هذا اللي كيضم واحد العدد المصالح من الشرطة القضائية، من الدراجين، منها الهيئة الحضارية، منها هيئة المرور، منها المصلحة ديال الاستعلامات العامة إلى غير ذلك. بالتالي خاص يكون نيت واحد التواجد أمني كبير على مستوى المنطقة. النسمة تقريبا حسب الإحصاء ديال 2004 كان 122,000 ديال النسمة، 235 كيلومتر مربع، يعني كنهضروا على واحد المدينة كبيرة، ومازال كتبنى، مازال البنايات، مازال العمارات، مازال أنها كتجزأ هذه المنطقة، وبالتالي النسمة كتزاد. ففرحنا بزاف بهذا المرفق العمومي الامني، الشكل ديالو جميل، من شانه انه هي واحد الارضيه مزيانه للرجال والنساء الامن باش يشتغلوا في حريه ويشتغلوا في يعني في راحه، كنقصد يشتغلوا في راحه. حتى المواطنين المرتفقين اللي غادي يجيو هنايا لهاد المنطقه هذه حتى هما يدخلوا واحد المرفق نقي وزوين ومجلج وفيه واحد المواصفات ومعايير ديال المرافق الامنيه اللي كاين باقي مناطق ديال المملكه. فيعني اليوم هنيئا للساكنه ديال المديونه، ديال تيطم الليل، ديال سيدي حجاج واد حصاج، ديال الهراويين، يعني ديال بجاطيه ولا الطالب، والمناطق كاع اللي كينتميو لهذا. وايضا راه كاينه مفوضيه الشرطه اللي على راسها السي رازين، حتى هي كتلعب واحد الدور كبير اللي هي تابعه لهذه المنطقه هذه، حتى هي في واحد الشكل، في واحد الحله. وكنتمناو التوفيق للجميع، هذا هو بطبيعه الحال. فاليوم هذا الانشاء او انشاء لهذا يعني هذا المركب الامني
هو جاء وفق المنهجية اللي كتنهجها الإدارة العامة للأمن الوطني، ولا سمسي عبد الطيب الحموشي، وشنا واحد العدد من المدن اللي شنا فيهم مثل هذه المنشآت، وشنا كيفاش المدير العام كيدشن، كيفاش السيد خيسي كيسجل، كيفاش الولاء ديال الأولاد ديال الأمن كيدشنوا هذيك المرافق العمومية الأمنية الشرطية، يعني باش تعطي صورة جميلة للأمن الوطني أيضا، وباش يعني وباش هي واحد الأرضية مزيانة للمواطنين، حتى هما يلقاو مرافق ديال الكرامة وديال واحد المرافق اللي يحفظ يعني الوجه ديالهم، يجيو حتى هما يحسوا براسهم ناس ويحسوا براسهم مرتفقين ديال بصح. فالحمد لله حنا النهج اللي نهجه الإدارة العامة للأمن الوطني كنشوفوه من جانبنا الحقوقي واحد النهج مزيان، وغادي بواحد الاتجاه مزيان. فكنتمنوا التوفيق للعناصر الأمنية يعني مختلف التلوين والتشكيلات ديالها، لا في هذه المنطقة لا على مستوى الدار البيضاء، على مستوى المغرب كله، وهنيئا للسكينة ديال المديونة كلها بهذا المرفق العمومي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.